اللي انتوا كسرتوا بيه الدنيا في بيتنا روبوت، مسلسل للاسره كلها. صحيح. الصغننين قعدوا ضحكوا، الكبار قعدوا ضحكوا، الرينج اللي في النص. شكرا. ردود الافعال كانت عامله ازاي بقى؟ لا هو احنا طول ما احنا بنصور انا كنت كلنا قلقانين من فكره التجربه برضو الغريبه، هي برضو في الاول بالظبط جديده علينا الناس تتقبلها دي وكده، فدي كانت غريبه. بس كان عندي احساس طول الوقت، يعني دايما بقول ايه، في مقومات نجاح بلس توفيق ربنا بيبقى في نجاح. في مقومات النجاح اللي هي ايه، كاست وكرو الحمد لله كان موجود، أكيد. انتاج محترم، ورق محترم، اخراج محترم، فهي المقومات كلها تمام. بس يعني ربنا اكرمنا من واسع قوي، من هو من اول حلقه الناس بتتكلم عن مسلسل في الشارع. انا لذيذ بينتده لي لذيذ من تاني يوم، ادانا فان بيز مختلفه تماما. الاطفال صح. يعني احنا كنا عارفين ان الاطفال هتحبنا، بس ما كناش واخدين بالنا ان هم الاهالي ما عندهمش محتوى يقدموه للاطفال ويبقوا مأمنين خالص. فلما عملنا ده الفيدباك الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني كان مش طبيعي. ومن اول يوم الناس عايزين جزء تاني وعايزين جزء تالت وبيتكلموا معانا، والمسلسل بصراحة كان يعني نقلة كبيرة جدا في كاريري يعني، ومن الحاجات اللي انا بعتز بيها جدا. يعني الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله نعمل جزء تاني منه قريب، لان انا بحب الكاركتر وبحب الكاست اللي معانا كلنا. في اخبار مؤكده عن في جزء تاني ولا لا، ولا لسه بتدرسوا؟ ان شاء الله ان شاء الله بدأنا نشتغل كده على الجزء التاني وافكاره وكده. فلا ان شاء الله هيبقى فيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله لغايه دلوقتي هيبقى فيه. امتى برضو ما ببقاش عارف قوي الموضوع ده، بس ان شاء الله الموضوع يحتمل والناس حابه واحنا كفريق العمل يعني حابين جدا نعمل نكرر التجربه. فان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه قريب. لذيذ صعب شوية. مفيش الرياكشنات بحساب قوي، الحركة بفردة الظهر، الواحد لما بيجرب يعمل حاجة زي كده بيكتشف مش قادر. احكي لي بقى التحضير للذيذ كان عامل ازاي. بصي هو اول مشكلة في بيتنا روبوت ان احنا ما عندناش ريفرنس نتفرج عليه ونقول بصوا جماعة لما جوا عملوها ازاي. ما عندناش، احنا اللي بنكائد موضوع مصري 100% بروجكت اوريجينال. فدي اول حاجه. تاني حاجه، احد اساليب او ادوات الممثل في الضحك الفيشل اكسبريشنز، تعابير الوجه بالظبط. فدي عند شيماء وعندي مش موجوده، احنا فلات طول الوقت. متوقع من شيماء انا ضحكت. فدي مش موجوده. بالتجارب بقى في الورق واحنا مشغلين مع بعض في البروفات يظهر لك حاجات اللي هو انت ما ينفعش ترمش طول الوقت. فدي حاجه مثلا تبدو ان هي حاجه غريبه بسيطه. احنا بقول لك يا حبيبي نرمش مثلا. لا انا كان لما كانوا بيقولوا كنت بقعد ارمش قال يعني بحوش قال يعني معناها هي ما انا هحتاج ارمش كمان شويه يعني بقعد ارمش كتير جدا. فدي حاجات من الحاجات، الوقفه طول الوقت. كمان انت كمان لذيذ وزومبا مش بيقولوا افيهات، هما مش مش مش, مش ومطلوب منهم ان هم يبقوا شخصيتين بيضحكوا ومختلفين بالظبط، كل واحد فيهم بيضحك من طريقه مختلفه. ومش بيقولوا افيهات، هم مش بني ادمين يقولوا افيهات، مش دمهم خفيف. صح. هم بيقولوا تعليقات، هم بيقولوا ردود. ومش بس كده، هم ما بيتدخلوش في حوار، فلازم يكون في حاجه بتتريجر السؤال او التعليق اللي هم بيتسالوه بالظبط. فدي حاجه تانية. لازم يكون جمالهم قصيره علشان اول ما بنلاقي جمله طويله ما بقتش منطقيه من روبوت بالظبط. هو بيرد شكرا اهلا وسهلا اتفضل حاضر. فهي عجبني نبره لذيذ دي دي طريقته. فلازم تضحك بعد يعني حواجز كتير جدا بالزبط. بس الحمد لله اجان اقولولك اللي قلتلك على فيلم ماكو ان التعب ربنا بيكرم مقابله بنجاح، وده اهم حاجه. بس اكيد وانتوا في الكواليس كنتوا بتضحكوا جدا يعني كنتوا بتقعوا من الضحك في الوسط. وانت لما كان بيجي لنا ضيوف شرف مش فاهمين الموضوع من اوله لاخره ومش فاهمين احنا بنعمل ايه، كانوا بيقعدوا تحسي ان هو عمرو ماله هم بيعملوا ايه دول اصلا. هم دول بيبقى يجي جاي هو ضيف يعمل مشهدين ثلاثه هو مش فاهم الموضوع كله، بنفهمه طبعا بس ما بيبقاش هو رابط الاحداث كلها على بعضها، بيبقى جاي له الحلقه اللي هو فيها فبيبقى عايز مبصين في عينيه كده بيبقى عايز يقول يا جماعه الناس دي هتخيش بس. الناس دي نازلين يخيشوا. بس الحمد لله لما نزل الموضوع النتيجه كانت هايله، النتيجه كانت هايله ومصر كلها بتبارك ومصر كلها
كلها مبسوطه والحمد لله رب العالمين. لما اتفرجت على الحلقات بقى بعد المونتاج وشفت صوت شيماء، مش صوت شيماء، صوت مكانها مظبوط، كان احساسك ايه؟ الفرق بقى كنت حاسس ايه ما بين صوت شيماء وان صوت تاني بقى مكانها؟ بصي احنا طول الحلقات كانت شيماء بتعمل بصوتها وبرده حلو جدا بصراحه، بس لما الفكره دي جت لهشام جمال وقال كلم هشام شيماء في التليفون وقال لها انا عندي فكره ممكن نجربها، قالت له يلا بينا جدا. فلما سمعوا هما الاثنين قالت له يلا نعمل ده جدا، لان هي شافت وهو شاف ان ده من مصلحه العمل جدا، وان هو هيضيف لشخصيه زومبا وهيضيف للمسلسل، فهي ما ترددتش تماما وبقت طبعا الموضوع. وبصراحه هي يعني نجمه بحجمها في في في, في مسلسلنا، فرق جدا بصراحه. فرق طبعا فرق طبعا جداً يعني. كلمني بقى عن هشام جمال طبعا، وبص كل بيتعامل مع هشام بيقول ان هو شخص استثنائي ما شاء الله، موهبه قويه جدا وعلى المستوى الانساني شخص جميل ورائع. احكي لي بقى عن الشغل معاه، انت اشتغلت معاه كتير وعلاقتكم ببعض يعني ما شاء الله قويه. يا رب دايما علاقتنا تبقى كويسه، لان انا هشام انا والله هشام في الاول في الاخر منتج، فالكلام عنه من ممثل او فنان قد يتفهم ان هو ليه علاقه بان انا باكل عيش، وربنا يعلم الكلام بيبقى طالع من قلبي جدا طبعا. هشام ما شاء الله راجل انا بشوفه تجربه تدرس للشباب، ان هو شاب الله اكبر ما شاء الله في سنه ده محقق النجاحات دي في جميع الاصعده، تلحين، تمثيل، انتاج. يعني هو النهارده عامل مع الفنانه دنيا سمير غانم كل الاعمال اللي مصر بتتفرج عليها، من اول لهفه نيلي وشريهان في لا لا لاند. راجل منتج عنده، مش منتج فلوس، هو منتج عنده رؤيه فنيه، عنده فيجن في الورق، دايما عنده تدخل مع احترام للمخرج ومع احترام للمؤلف، بيبقى عنده دايما انبوت فظيع وبيأد فاليو للموضوع جدا. انسانيا، قبل انسانيا كلوكيشن، احنا كممثلين في لوكيشن بتحب تروحه وفي لوكيشن بتبقى يا رب العمل ده يخلص بالظبط. شامل بقى احترامك في اللوكيشن، احترام المواعيد، الصوت في اللوكيشن عامل ازاي، الاحترافيه، ال مين بيخش اللوكيشن، مين بيتفرج، مين الزيطه اللي بتحصل في اللوكيشنز كتير، لا ده مش حاصل. انسانيا بقى هو كانسان بعيد عن الشغل خالص، عمرك ما تلجأ له في حاجه وما تلاقيهوش جنب خالص، اللي هو فلان تعبان بيحل، فلان عايز محتاج حاجة يعمله، فلان عنده مشكلة في مدارس ابنه عنده يلعب عايز يخش في فرقة الكرة بجد ما شاء الله. أنا مبقاش عارف هو بيلاقي وقت ده كله لفين وبيعمله كله بكواليتي واحد. فهو ما شاء الله إنسانيا وعمليا وذكاءا أنا بشوفه حاجة يعني ما شاء الله فز والله ما شاء الله مش طبيعي. يعني ما بعرفش يعمل الحاجات دي ازاي، ربنا يحفظه بخاف عليه مش طبيعي والله مش طبيعي. وبنوجه له التحية طبعا وبنبارك له دايما على كل الحاجات اللي بيعمل، الشارت اللي بيعمله، وموضوع الباند اللي هو عامله بتاع وندر باند اللي هو ذوي القدرات الخاصة. يعني حاجات كلها ملهاش علاقه ببعض وكلها بتطلع بكواليتي ما شاء الله كويس، فربنا يا رب يديم عليه النعمه دي، وان هو بيعرف يعمل حاجات كتير كلها بكواليتي كويس. خلينا نرجع بقى